بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم، وياكم المهندس أسامة، دورة برمجة وتصميم مواقع إلكترونية. أخذنا بالدرس اللي فات عن الفورم وشون نبني الفورم وشنو الشغلات اللي نحتاجها. طبعا هذا الدرس ما راح يكون هو الدرس السابق، حيكون اللي هو 6.1. 6.1 اللي هو درس مكمل للدرس اللي فات، لأنه صراحة أكو شغلات يعني نوهت بالدرس إنه راح أشرحها، وصراحة يعني مضى الوقت بالفيديو إنه أشرحها. هي بقت شغلتين إلى 3 شغلات بسيطة إن شاء الله. أول شغلة، افتح البرنامج، أكو عنصرين نسيتها أني نسيت أن أوضحها بالدرس الفات، اللي هي عنصر الفايل وعنصر الفيلد سيت. الفيلد سيت نفتح الشغل مالتنا السابق حتى ننتهي. هذا هو شغلنا اللي بالدرس الفات، كان على الخصائص الفورم والانبوت مالته. اكو فد انبوت لاخ من نوع فايل. شنو هذا الانبوت من نوع فايل؟ يعني انبوت التايب مالته من نوع فايل، تبطينا همين قلنا فايل سد التاب. شايفين بالمواقع مرات من تريد ترفع فد صورة مثلا او تريد تحمل فد ملف، راح تلقى فد خانة مثل هاي سحولها الفايل انبوت، هاي اسمها خانة الفايل انبوت. طبعا ما راح تشتغل عندنا هنا بالدريم ويفر، فراح نستعرضها بالمتصفح. شوف هاي اللي هي براوز، ومن عندها تختار، من عندها تختار الفايل اللي تريده من حاسبتك مثلا، تقول ريجستر حتى ترفع. فهاي شيء مهم يعتبر بالمواقع، يعني احنا نحتاج مثلا مرات نرفع صور او نرفع ملفات، فلازم عندنا الفايل انبوت اللي راح نتعامل وياها. طبعا الفايل انبوت تنضاف للفورم، ما راح يتعامل الفورم بصوره عاديه، يعني ما راح يبقى الفورم على على هذا الشكل فورم نيم الاكشن هاي، لا لازم ينضاف له شنو الانكربشن تايب اللي هو ابلكيشن اكس مالتي فورم. شو معناها؟ معناها انه الفورم مالتنا راح مو بس يحتوي على معلومات تكست، معلومات الداتا مالته مو عبارة عن تكست، هو عبارة عن محتوى لخ، كان يكون صورة، كان يكون فيديو، كان يكون ملف مضغوط، يكون اي شيء. هاي من تنضاف للفورم معناها ان الفورم مالتنا يحتوي على اكثر من شغلة عدا التكست. فاذا عندك اذا لك ان يعني انه تضيف بالفورم فايل انبوت، فضروري انه تضيف وياها انكربشن تايب. كشي تنسيقي بالفورم نقدر نحط محتويات كل مجموعه من الانبوت فورم، نقدر نخليها فد فيلد سيت او فد سيت. تقدرون تكتبون مثلا انا ادخل مثلا اليوزر نيم والباسورد اخليهم بمجموعه واحده، فالتاج اللي اسمه فيلد سيت. فيلد سيت قلنا يفتح الفيلد سيت وينسد الفيلد سيت. اوكي، يحتاج فد شي لي فوق بالبدايه يسمون ليجند. تفتح تاج ونسده بالنص، تكتب مثلا لوجن انفورميشن. لو نجي هسه على التطبيق نلاحظ انه اللوجن انفورميشن صارت اكو فتحة دامة دائرها. طبعا خلينا نعرضها بالمتصفح يمكن تكون اوضح شوية. لاحظتوا انه اللوجن انفورميشن صارت عبارة عن فد بوكس اسمه لوجن انفورميشن، يحتوي بداخله يعني على اليوزر نيم
على الباسورد. يعني فيل سيت هي للشغلات الترتيبية، تبي ترتب الفورم مالتك حتى يكون مفهوم، يعني انت تعزل مثلا معلومات الحساب المهمة بجهة، معلومات مثلا الإضافية بجهة، معلومات إضافة الصورة البروفايل مثلا بجهة، تقدر تتحكم انت بشكل الفورم عن طريق الفيل سيت. بغت آخر شغلة انه الفرق بين البوست والجيت. خلينا نسوي نفس فكرة فورم، نلغي الفورم هذا مالتنا كليتين، نلغي الفورم كليتين ونبقي لنا بس البوتون الموجودة. ليش؟ احنا قلنا الفورم من نريد ندز معلوماته لازم موجودة البوتون. خلينا نبقي هذا هسه حتى للسهولة، راح استخدم الديزاين، واجهة الديزاين والتنسيق، مثلا يوزر نيم باسورد فايل بوت ريجستر اوكي، نجي على التطبيق. هسه انا عندي يوزر نيم وباسورد واختار فت فايل مثلا واقول له ريجستر. هي ماكو هيج شي فورم صراحه، بس هاي مجرد للتوضيح. لو تلاحظون هسه من راح اكتب المعلومات تاك 1 2 3 4 5 6، شوف لاحظوا ان الباسورد هو موجود، واختار لي فد اي ملف من الحاسبه بي اتش بي ستون، شوف راح اقول له ريجستر. شوف هو اندز للمعلومات الى صفحه سم بيج دوت بي اتش بي، بس ما راواني انه شنو الشيء اللي دزه، مجرد انه دزها بطريقه سريه مخفيه. نرجع للفورماتنا، لو نسوي طريقة الجيت شوفوا شنو راح يفرق. مثلا هنا نكتب اكيوتيك باسورد، نختار فد ملف بالريجستر. شوفوا لو تلاحظون هنا بالادرس بار انه الصفحة السم بيج دوت بي اتش بي، انا اظهرت شنو الشيء اللي راح ادز لها اياه، راح ادز له يوزر نيم اسمه اكيوتيك، الباسورد هو 1 2 3، والفايل اللي اسمه php storm. طبعا هاي طريقة مو دائما هي يعني ما تفيدنا، هاي تكون اسرع والتعامل وياها بالبرمجة يكون اسهل، بس من ناحية السكيورتي لا، انا اقول لكم البوست احسن، بس احنا نقدر نتغلب عليها. يعني اكو هواي شغلات راح نقدر نتغلب على ال، يعني نقدر نستخدم الجيت بدون ما نخاف. هاي ان شاء الله كلها بالphp، دروس البيش راح ناخذها، بس هسه المهم صار عندكم فد فكره انه شنو الفرق بين البوست والجيت. ولهنا ينتهي الاضافه للدرس السادس مالتنا، واتمنى اكون ما قصرت وياكم، واتمنى تنشرون الفيديو هذا لاصدقائكم حتى يستفادون اكبر عدد ممكن، وان شاء الله اشوفكم بخير، مع السلامه.